السيد المستشار صاحب الجلالة، السيد الوزير حسن الفضالة، السيد وزير التشغيل، السيد رئيس منتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد رئيس النيابة العامة، السيد مدير الشرطة القضائية، السيدات والسادة السفراء العينات الدولية المعتبرة بالمرأة، السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية وزملاء المجتمع المدني، السيدات والسادة أعضاء مجلس السلطة القضائية، طيب أولا نطلق اليوم الاحتفاء بالعشرين سنة لهيئة الإنصاف والمصالحة. كيفاش كيعرف المجتمع المغربي بأن هيئة الإنصاف والمصالحة هي واحد الهيئة اللي جابت الحقيقة فيما يخص تدبير الدولة لحقوق الإنسان في منذ 1956 إلى 1999. اليوم في هذه الذكرى العشرينية بطبيعة الحال كان هناك توصيات عدة وعديدة جدا، فيها اللي هي دستورية، فيها اللي هي تشريعية، فيها اللي مؤسساتية. اليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى العشرينية، مهم بالنسبة لنا هو أن نقول أننا والجميع تأكد بأننا احنا يقطعنا مع الماضي كيف ما كنا ندبر حقوق الانسان سابقا. اليوم هناك تدبير جديد، تدبير ديال المؤسسات، كل المؤسسات عندها الاختصاصات ديالها، كل المؤسسات مساءله في اختصاصاتها كذلك، والدستور اكد على ذلك. اليوم حقوق الانسان في المغرب تعيش مرحله اخرى، مرحله ديال نقولوا ديال اولا ديال الضمانه. الدستور المغربي رتب حقوق الإنسان في ثلاث مستويات: أولا إقرار الحقوق، ثانيا منع المس بالحقوق، وثالثا تجريم المس في عدد من الحقوق، كما هي مثلا في تجريم التعدين، تجريم الانتهاكات الجسيمة بكلها. فإذا نحن في هذه المرحلة إقرار، منع وتجريم وتنفيذها بشكل يومي ومتواصل في حالة انتهاكات حقوق الإنسان. وإذ نشيد بالجهود المخلصة لهيئة الإنصاف والمصالحة رئاسة وأعضاء، وإني لواثق أن هذه المصالحة الصادقة التي أنجزناها لا تأني نسيان الماضي، فالتاريخ لا ينسى. هكذا كان المسعى، هكذا جادت الخصيلة. مغرب لا يتغرب من ماضي أو يظل سجينا لسلبياته. مغرب قرر قراءة صفحة هذا الماضي بجرأة وشجاعة. وضمن هذا التوجه وافقنا على نشر التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة. غايتنا من ذلك توطيد الثقة بالذات، وقد نهضنا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان متابعة وتفعيل توصيات هذا التقرير، وأمرنا السلطات العمومية بتيسير إنجاز هذه المهمة كل في مجال اختصاصاته، بما يمكننا من ترسيخ دولة القانون وتحقيق الإنصاف. مغرب يقرأ الماضي من أجل المستقبل. كما تعلمون منذ إنشاء الإنصاف والمصالحة تعليمات ملكية صاحب الجلالة نصر الله، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني كباقي المؤسسات الدستورية في العمل مع هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك مع المجلس الشريف الإنسان الحالي مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوضع الأرشيف المركزي والأرشيف الجهوي عن إشارة المجلس الوطني، وكذلك الخبرات التقنية والعلمية للمختبر الوطني الشرطة العلمية والتقنية الذي ساهم بشكل كبير في تحديد هويات مجموعة من الأشخاص آنذاك. العمل للمديرية العامة للأمن الوطني كان حاضرا منذ البداية ديال هيئة الإنصاف، وكذلك عمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك على مقتضيات الدستور 2011. تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة كانت من أهم المحطات في مسلسل النهوض بحقوق الإنسان في المغرب، وتنظن بأنها أعطت دفعة قوية للنهوض بحقوق الإنسان ولتلافي تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لأن الهدف من العدالة الانتقالية هو إعادة قراءة
ما جرى في ماضي اتسم بانتهاكات ممنهجة جسيمة لحقوق الإنسان واستخلاص العبر مما جرى من أجل العمل على تلافي التكرار والوقوع في هذا النوع من الانتهاكات. الهيئة كانت تجربة اللي هي مميزة بالنسبة للمغرب، كتجربة أولى في العالم العربي والإسلامي، وهذا عكس لنا واحد يعني جرأة سياسية بالنسبة للمغرب للخوض في هذه التجربة، وعكس واحد الإرادة ديال القطع مع ما كنا نعيشه في ما يسمى بسنوات الرصاص من انتهاكات التي كانت عبارة عن سياسة ممنهجة. طبعا هذا مكن أولا من إعادة قراءة هذا الماضي ومصالحة مع الذاكرة ديالنا مع تاريخنا، إعادة الاعتبار للضحايا، جبر الأضرار الجماعية والفردية، ولكن أيضا وهذا هو الأساس هو العمل على وضع أسس بناء دولة الحق والقانون، تعزيز الديمقراطية، يعني ترسيخ حقوق الإنسان في المغرب. بعد من بعد التوصيات كانت هناك عدد منها اللي عرف الطريق ديالو إلى التفعيل. طبعا هناك توصيات أخرى ما زلنا نأمل أن يتم تفعيلها، وما زال مطروح علينا كتحديات، المسار لا زال طويلا، وكما قلت في كلمتي نأمل أن يكون تحمل المغرب لمسؤولية رئاسة المجلس ديال حقوق الإنسان في جنيف تكون فرصة ثمينة تستثمر من طرف بلدنا لاستكمال هذا المسلسل ديال الإصلاحات من أجل تصفية الأجواء، من أجل يعني تكريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية والبناء الديمقراطي وكل ما نطمح إليه كأمة. بالنسبة لنا هذه الذكرى فرصة لاستحضار كل دلالات هذه التجربة وكل الانتظارات اللي معقودة على يعني ما يستتبعها من إصلاحات ومن قرارات سياسية تمكن بلدنا من القطع مع ماضي الانتهاكات حتى لا يتكرر ما جرى.